السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم زي ما انتم شايفين حنبلش بآخر شابتر بالمادة اللي هو Concrete Mix Design. بالنسبة للشابتر اللي قبله اللي هو كان Hardened Concrete Properties، مطلوب منكم فقط اللي غطيناه المحاضرة الماضية، باقي اللي ما شرحته مش مطلوب منكم، يعني بهمني فقط مقاومة الانضغاط للخرسانة. وحطيت لكم لينكات، واحد للـ ASTM واحد للـ BS، كيف طريقة فحص المكعبات والاسطوانات. بتمنى انكم تحضروهم ان شاء الله. اليوم نتعلم او ناخذ، خلينا نحكي، فكرة مبدئية عن طريقة تصميم خلطة الخرسانة. وانا حكيت لكم اول الفصل كل الشابترز اللي قبل بمهدوا لموضوع الميكس ديزاين، لانه هو يعني لب هاي المادة، او الهدف من هاي المادة انك تصمم خلطة بشكل صحيح. احنا عارفين ان الكونكريت بمكوناتها الاساسية هي عبارة عن سمنت زائد ووتر زائد اجريجيت كورس زائد اجريجيت فاين، ممكن نضيف ادمكستشرز زي ما تعلمنا بشابتر الادمكستشرز. هدف الميكس ديزاين انك تحدد لي الكميات لهاي المكونات الأساسية وتحدد لي نسبها. هالكميات اما بتعبر عنها ماس او فوليوم، يعني بدك تحدد لي قديش بوحدة بالماس، يعني قديش بدي كيلو جرام سمنت، كيلو جرام ووتر، كيلو جرام كورس اجريجيت، كيلو جرام فاين اجريجيت، كيلو جرام ادمكستشر. هذا بدنا نشتغل بطريقة الكتل، او تحدد لي هاي الكميات بطريقة الفوليوم، الاحجام. الفوليوم يعني متر مكعب، قديش بدي متر مكعب من الاسمنت، متر مكعب من الووتر، متر مكعب من الكورس اجريجيت والفاين اجريجيت والادمكستشر. بعدين بدك تحدد لي الريشيوز، يعني قديش نسبة الاسمنت للووتر للكورس اجريجيت للفاين اجريجيت للادمكستشر كنسبة مئوية او كنسبة ريشيو من الى. فهذا المقصود بالميكس ديزاين، تحديد الكميات اما بطريقة الكتل او الاحجام، وتحديد نسبها، تحديد كميات المستخدمة بخلطة الخرسانة. شو الكميات؟ هي سمنت ووتر واجريجيت كورس وفاين وادمكستشر اذا كان في هاي المكونات الاساسية. بدي احدد كمياتها سواء بالماس ميثود او بالفوليوم ميثود، واحدد النسب بين هاي المكونات. Concrete Mix Design، تصميم خلطة الخرسانة. تعريف التصميم خلطة الخرسانة: Determining، تحديد the quantities، الكميات، and proportion، النسب، in a unit volume of concrete، لوحدة حجمية واحدة من الخرسانة. فهي تحديد الكميات إما كتل أو أحجام لوحدة حجمية من الخرسانة. To meet at least، لتحقق على الأقل the following requirement، المتطلبات التالية. أول شيء واحد، proper workability، لازم تعطيني مشغولية كافية. اثنين، strength minimum، لازم تعطيني الحد الأدنى من strength، وإحنا مهتمين بمقاومة الانضغاط F prime C للكونكريت. ثلاثة، durability، مقاومة عوامل التجوية والتعرية. وأربعة، الإيكونومي، إنها تكون ذات جدوى اقتصادية. فأنا عشان أعطي الـ optimum mix design، أفضل خلطة، لازم أحقق هاي الأربع شروط: مشغولية كافية، مقاومة كافية، مقاومة لعوامل التجوية والحت والتعرية، وذات جدوى اقتصادية ومجدية اقتصادية. طيب نرجع لشغلة هون، in a unit volume of concrete، عشان نضلها ببالنا. احنا حكينا بالميكس ديزاين اما قدامنا الماس ميثود او الفوليوم ميثود، واتفقنا انه الماس ميثود حعبر عن المكونات بالكيلوغرام، والفوليوم ميثود حعبر عنها بالمتر المكعب. طيب حنلاحظ دائما انه احنا حنحدد المكونات للكونكريت اللي هي قديش كيلوغرام سمنت او ووتر او اجريجيت، سمنت ووتر كورس اجريجيت او فاين اجريجيت، بالمثل هون سمنت ووتر كورس اجريجيت فاين اجريجيت. بالطريقة الاولى حاحكي قديش كيلوغرام سمنت، كيلوغرام ووتر، كيلوغرام كورس، وكيلوغرام فاين، وهنا كم متر مكعب من السمنت الووتر الكورس اجريت والفاين اجريت، المكونه لمتر مكعب اوف كونكريت. معنى هذا الحكي، الطريقه الاولى لما اعبر عن الكميات هحكي كيلوغرام بير متر كيوب اوف كونكريت، والطريقه الثانيه هحكي متر كيوب بير متر كيوب اوف كونكريت. يعني هاي الوحدة المستخدمة للتعبير عن الكميات بالماس ميثود، وهذه الوحدة المستخدمة للتعبير عن الكميات بالفوليوم ميثود. هنحكي يعني سمنت كم كيلوغرام اوف سمنت احتاجته بير لي لكل
متر مكعب من الكونكريت، كم احتجت كيلوغرام من الاسمنت عشان اعمل متر مكعب من الخرسانة، كم احتجت كيلوغرام من الماء عشان اعمل متر مكعب من الخرسانة، كم احتجت كيلوغرام من الكورس اجريجيت عشان اعمل متر مكعب من الخرسانة، وبالمثل قديش احتجت كيلوغرام من الفاين اجريجيت عشان اعمل متر مكعب من الخرسانة. هون لا، كم احتجت متر مكعب، قديش احتجت متر مكعب of cement per meter cube of concrete، كم متر مكعب من الاسمنت لمتر مكعب عشان اعمل متر مكعب من الخرسانة، كم متر مكعب من الووتر عشان اعمل متر مكعب من الكونكريت، ونفس الاشي للكورس وللفاين. طيب عشان نعمل سواء ان نشتغل ماس ميثود او الفوليوم ميثود نعمل تصميم الخلطة، بدنا معطيات. المعطيات احنا تعلمناها سواء بشابتر السمنت او سواء بشابتر الاجريت او الادمكستشرز او الووتر، هنرجع نلمهم ان شاء الله بموضوع الميكس ديزاين. To do what we need، عشان اعمل الميكس ديزاين شو بحتاج؟ مرقمين عندنا من واحد لنشوف هسه بالسلايدات اللي ورانا. Properties of aggregate، هنحتاج خصائص الركام. اول اشي هحتاج grading او sieve analysis للكورس والفاين، بتدريج الحبيبي للكورس aggregate والفاين aggregate. هحتاج unit weight، هحتاج الفاينانس موديولس، معامل ركومة معامل عفوا معامل نعومة الركام الناعم. هنحتاج البلك سبيسيفيك جرافيتي، هنحتاج المويستشر كونتنت محتوى الرطوبة، وهنحتاج الاي سي هاي اير كونتنت. هاي كلها تعلمنا كيف نحسبها بتشابتر الاجريجيت. المعطى الثاني لازم يكون موجود معي او اللي انا ممكن احدده، type of cement، نوع الاسمنت المستخدم. احنا اذا متذكرين جابتر الاسمنت كنا كل واحد من البورتلاند سمنت اللي اخذناهم كل واحد كنا نستخدمه بظروف معينة، فممكن انا بالسؤال اعطيك معطيات بحيث انك تحدد لي شو نوع الاسمنت الانسب اللي استخدمه لهذا الظرف الموجود عندي. يعني مثلا احكي لك hot weather concreting او cold weather concreting، او احكي لك high sulfate concentration او low sulfate concentration او moderate، او احكي لك في freezing وthawing، او احكي لك في عندي urgent repair work وعند استخدم admixture accelerator. فانا حسب معطيات السؤال بصير اشوف شو نوع الاسمنت المستخدم. كمان ثلاث الووتر سيمنت ريشيو، واهم خطوة انه نعملها هنلاحظ تحديد الووتر سيمنت ريشيو، انا بتأثر على شغلتين، حتأثر على الاف برايم سي وحتأثر على الوركابيليتي، او بمعنى حتأثر على شغلتين اللي هي الworkability نقطة واحد، اثنين strength المقاومة. حدد الwater cement ratio المستخدمة. طيب هذا بالنسبة للمعطيات اللي لازم تكون موجودة معي عشان أحل سؤال mix design. نجي هون على الجوب requirement عشان نتعرف أول إشي شو مقصود بكلمة الجوب requirement. الجوب requirement تعتمد على structural element، العنصر الإنشائي المراد صبه. يعني هل أنا بدي أصب هاي الخلطة اللي أنا مسويها أو بصمم فيها قاعد، هل أنا بدي أصب سلاب عقدة، هل بدنا نصب بيم، هل بدنا نصب كولوم، هل بدنا نصب وول جدار، هل بدنا نصب دام سد. كل واحدة من العناصر الإنشائية هاي بسميها structural element أو job requirement، بتعتمد عليها كثير خطوات الحل وحنشوف شو سبب الاعتماد. What are the job requirements اللي أنا معي حيعتمد عليها موضوع الميكس ديزاين؟ Maximum water cement ratio، كل واحد من هذول job requirements له water cement ratio خاصة فيه. Minimum cement content، محتوى لنا من الاسمنت. Air content، محتوى الهواء. Slump، حيكون عندي رينج قيمة مينيمم وقيمة ماكسيمم. السترينث اللي هي F برايم C، والديورابيليتي مقاومة عوامل التجوية والتعريق. كل عنصر إنشائي أو كل منشأ، زي لأن الدام هون ما بقدر أحكي عنه عنصر إنشائي، هو منشأ بحد ذاته. كل عنصر إنشائي أو كل منشأ إله job requirements خاصة فيه، إله متطلبات خاصة فيه. job requirements اللي خاصة فيه اللي هم هاي النقاط: الماكسيم ووتر سيمنت ريشيو، المينيمم كونتنت، الاير كونتنت، قيمة السلامب، قيمة السترينث والديورابيليتي. طيب نجي هون عندنا إشي اسمه Abrams Law، Water Cement Ratio Law. For a given type of material and job conditions, the properties of workable concrete can mainly influenced by the amount of net water used per sack or bag of cement. خصائص هتتأثر بشكل
خاصة الوركابيليتي بشكل أساسي بالووتر سيمتري، شو النت الصافية يعني بعد ما خصمنا منها الابسوربشن والإيفابوريشن والهايدريشن يعني بمعنى آخر. فإذا هتعتمد فقط الوركابيليتي على النت أو اللي سميناها الإفكتيف ووتر سيمتري شو إذا متذكرين ووتر سيمتري شو. Water cement ratio low, the concrete strength is inversely بشكل عكسي proportional تتناسب with the water cement ratio usually specified as weight ratio. بنطلعها weight ratio وإحنا اتفقنا عليه هذا الحكي من أول إنه كل ما زادت water cement ratio ال strength عنا هتقل. طرق المكس ديزاين حكينا عنهم، حيكون في عنا mass method و volume method. طبعا كل كود وكل دولة إلها طريقة بتعتمدها بالميكس ديزاين، بس احنا حكينا دائما حنعتمد الـ ACI كود ميثود. mostly rely upon tables and charts، سواء اشتغلنا بالماس ميثود أو الفوليوم ميثود حنعتمد على tables أجداول معدة مسبقا وشارت رسومات بيانية prepared from the theory and experimental data. هاي الجداول وهاي الرسوم البيانية هي مجهزة من الأساسات النظرية ومن الـ experimental data من التجربة السابقة. mostly commonly used، أكثر وحدة بنستخدمها بطرق الميكس ديزاين اللي هي زي ما حكيت لكم الـ ACI كود، كود الخرسانة الأمريكي هي اللي حنستخدمها طريقة الميكس ديزاين التابعة للطريقة الأمريكية. next design procedure according to ACI method. A American concrete منها ناخد حرف C وInstitute المؤسسة الأمريكية للخرسانة. هذا بالنسبة ل الطريقة الميكس ديزاين اللي حنستخدمها. هون عنا بهاي السلايدات حنشوف خطوات التصميم. خطوات التصميم، أول إشي step 1 required material information، بدي يكون عندي معطيات. المعطيات تشمل type of cement، إذا ما أعطاني بصريح العبارة حيعطيني إشي يخليني أختار على أساسه نوع الاسمنت. زي ما حكيت لكم هل أنا بصب بجو بارد جو حار، هل في أعمال صيانة طارئة، وهكذا منها بستنتج type of cement. 2 سيف اناليسز للفاينل كورس، تدريج الحبيبي لسيف اناليسيز للفاين والكورس، تدريج الحبيبي للفاينل كورس. اليونت ويت للكورس اجريجيت، البالك سبيسيفيك جرافيتي الوزن النوعي للكورس والفاين، الامتصاص لابسوربشن كورس وفاين عشان احسب الووتر سيمنت ريشيو افكتيف او النت عشان احسب المياه الصافيه، المويستر كونتنت محتوى الرطوبه للكورس والفاين، والفاينانس موديولس للفاين اجريجيت معامل النعومه. هاي المعطيات لازم تكون موجودة معي، يا بيعطيني إياها بصريح العبارة يا بيعطيني داتا وبحسب منها زي ما تعلمنا بشابتر الأجريجيت، كيف نحسب الـ specific gravity، كيف أحسب unit weight، كيف أحسب absorption، كيف أحسب moisture content، كيف أحسب finance modulus، كيف أعمل الـ sieve analysis، يا بيعطيني بصريح العبارة بالمعطيات أنا بحسب. الخطوة الثانية تحديد قيمة السلم. قيمة السلمب حتعتمد على الجوب ريكويرمنت اللي هي حكينا عنها قبل شوي، التايب اوف كونستراكشن، شو العنصر الانشائي اللي انا بصبه او شو المنشأ اللي انا بصبه، وهي انعكاس للوركابيليتي، بتعطيني انطباع عن الوركابيليتي او بمعنى ادق الكونسستنسي. If not specified، اذا ما حددني بالميكس ديزاين قيمة معينة للسلمب بستخدم تيبل 1. وهي موجودة عندنا جدول واحد، أنا حكيت لكم بالميكس ديزاين حيكون معكم تيبلز حصورهم كل واحد نسخته بامتحان مش أنتم تصوروهم، وبناء على هاي الجداول أنتم حتصمموا الخلطة، موجودين عندكم بآخر الدوسية، لو فتحتوا الدوسية حتشوفوا عندكم تيبلز من تيبل واحد لتيبل ستة، هذول أنا بصورهم لكم بالامتحان عشان موضوع الميكس ديزاين، بس هون بالسلايدات حنحط ورا كل تابل او كل خطوه الجدول المستخدم. هاي تابل 1 وحتلاحظوا انه هاي التابلز مرقمين حسب الخطوات، يعني احنا نمشي فيهم حسب من تابل 1 لتابل 6 حسب الخطوات اللي احنا بنمشيها بالحل. recommended slump for various type of construction، قيم السلمب الموصى فيها حسب المنشات المستخدمه. type of construction، شو العنصر اللي بدنا نصبه، في عندي reinforced foundation wall and footing، قواعد او اساسات مسلحه، هاي واحد. النوع الثاني plain footing caissons and substructural walls، القواعد والأساسات الغير مسلحة اللي ما فيها حديد تسليح، يعني هاي الأولى فيها حديد تسليح خرسانة وحديد تسليح، الثانية أساسات بدون حديد تسليح، الثالثة beams and reinforced wall، الكمرات أو الجسور أو الأعصاب والجدران المسلحة، أربعة building columns، الأعمدة الإنشائية، خمسة pavement and slab، الرصفات والعقدات، وستة ماس كونكريت، المنشآت الكتلية اللي حكينا دائما مثال عليها، أشهر مثال عليها هو الدامس السدود دامس. وأنا معطيني بالإنشاءات وبالمليمترات، إحنا مهتمين بالمليمترات.
بلاحظ هنا قيم الإسلام مينيمم وماكسيمم قيمها مينيمم 20 ماكسيمم 80 هنا 20 80 بالمليمتر 20 100 20 100 20 80 20 80 طبعا إن إحنا لما بنختار بناخذ رينج يعني أنت بدك تطلع لي من هذا الجدول رينج أوف إسلام مدى تحط لي إياه من المينيمم للماكسيمم بوحدة المليمتر شو بيعتمد فقط هذا الجدول بيعتمد على الـ type of construction أو اللي سميناها الـ job requirement requirements فهذا بالنسبة للجدول الأول فباخذ منه قيمة الإسلام إذا لم تكن معطى إذا أعطاني قيمة الإسلام بشيك هل هي ضمن الرينج ولا لا كان ضمن الرينج أوكي كانت خارج هذا الرينج باخذ الرينج المسموح من الـ ACI code نجي على الخطوة الثالثة اللي هي choose of maximum aggregate size احنا حكينا في عنا بالاجريجيت بالكونكريت بالماكس كورس وفاين الكورس بيهمنا قديش حجم اكبر حبة ركام فبنسميها دي ماكسيمم والفاين بيهمنا قديش الفاين ناعم فبيهمني احسب الفاينانس موديولس يعني احنا عنا بصيغة اخرى عنا كورس وفاين عنا ركام ناعم ركام خشن بيهمني الركام الخشن لأي درجة خشن فبعبر عنه بمعرفة الدي ماكس وبيهمني الركام الناعم لأي درجة ناعم بعبر عنه من الفاينانس موديولس عشان هيك حنلاحظ بالماكس ديزاين حنحسب الماكسيم سايز اوف اجريجيت للكورس اجريجيت قديش بهذا الركام شو اكبر حبة ركام حجمها بالركام الخشن وبالفاين اجريجيت لأي درجة الفاين اجريجيت عندي ناعم من خلال حساب الفاينانس موديولس فبالخطوة الثالثة حنحدد دي ماكس حنحسب ايش دي ماكسيمم دي ماكسيمم بالماكس ديزاين قدامي حالتين ممكن تمر علي اما بيعطيني اياها جيفن بالسؤال دي يوز دي ماكس هالقد دي او انا بدي احسبها لما انا بدي احسبها بيعطيني السكشن مثلا كولوم بيم سلاب وات ايفر بفرجيني الخشب الطوبار بفرجيني حديد التسليح بفرجيني المسافات سواء بين حديد التسليح نفسه أو بين حديد التسليح وخشب الطوبار وبفرجيني الثكنس للعنصر الإنشائي وهي الرسمة حكيت لكم إياها لما جينا بموضوع الأجريجيت نحسب الماكسيمم سايز أوف أجريجيت choose the minimum دي ماكس أوف هاي دي ماكس اللي بجيبها من السكشن إذا not given بدي أحدد من السكشن شو حبة الركام المسموح فيها شو السبب إحنا حكينا إنه بدناش حبة الركام تنحجز هون عندي بالزوايا أنا قاعد أطلع توب فيو قاعد أطلع على سكشن عمود من فوق هذا خشب الطوبار اللي هون هذا طوبار فورم وورك وهي الدوائر حديد تسليح اللي هي أسياخ حديد تسليح والباقي خرسانة كونكريت بديش حبة الكونكريت حبة الركام عفوا لما أدير الكونكريت تنحجز عندي وتمنع بقية المورتر أو البيست إنها تمر فبالتالي يصير عندنا تعشيش فعشان هيك كل مقطع إله دي ماكسيمم ريكوايرد كل مقطع له دي ماكس ريكوايرد مطلوبة فأنا بدي للمقطع أحدد دي ماكس من خلال هاي المعادلات أو المتباينات الثلاثة اللي حكيت لكم احفظوها دي ماكس بجي بحسب اس على 5 وثلاث أرباع اس برايم وثلث الاتش الأقل هي بسميها دي ماكسيمم شو الأس spacing between steel and formwork المسافة بين حديد التسليح وخشب الطوبار سواء أفقي أو عمودي دائما بختار المسافة الأقل الكلير سبيسنج بتوين رينفورسينج بار الأس برايم هي عبارة عن المسافة الصافية بين كل حديد تسليح والآخر بلاحظ في عندي مسافة أفقية ومسافة عمودية بختار الأقل بيناتهم هي اللي بعوضها أس برايم الأتش depth أو thickness of slab in case of slab هي الارتفاع للعنصر الإنشائي كلهم بعوضهم بالمليمترات بالثلاث متباينات بختار الأقل هاي بسميها دي maximum required اللي أنا بحاجة إني أستخدمها بالمقطع عشان ما يصير عندي تعشيش لازم الدي maximum اللي أستخدمها بالخلطة أقل أو تساوي دي maximum required هيك أنا بضمن إنه حبة الركام اللي أنا استخدمتها لا ما بتعمل لي مشاكل ما بتعمل لي segregation أو ما بتعمل لي هون كومبينج ما بتعمل لي تعشيش بالعادة ماكسيمم بالستركشر الكونكريت بالخرسانة الحاملة من 20 ل 25 ملم كل ما زدت عن ال 25 ملم هذا يضعف لي السترينث هذا حيضعف لي السترينث وخلينا نوقف هون بمحاضرتنا بالميكس ديزاين